أتمنى منكم يا أخوان تدعوا الأخوان بغزة، ولا تنسوا طبعا تدعوا على الثانيين، تعرفوا ما بدي أقول اسمهم، تدعوا الأخوان بغزة، ادعوا لهم يا أخوان وادعوا على اللي بيستاهل الدعاء عليه. بس يلا خليكم على المقطع. إن شاء الله اليوم راح نلعب فورتنايت. تمام شباب، راح نلعب جيم باتل رويال عادي سولو وزيرو بلد، لأن البناء ما بطيقه حرفيا، ما بطيقه ولا بعرف أبني من الأساس، فخلونا بدون بناء أحسن. إن شاء الله إن شاء الله الفيديو هذا راح يكون فيه فوز. طيب راح ننزل، والله ما نعرف، خلينا ننزل هون بعيد شوي عن الناس بيكون أحسن. في ناس نزلوا معي مبدئيا، ننزل هون. سلاح بليز، بس دقيقة، في عندي دروب فريم خفيف بس أنا بداية اللعبة. والتسعة مني شيلد. اوكي في واحد قريب مني، شكله بوت صح؟ هذا شكله بوت كمان. يا الله يكثر من البوتات. اوكي سنايبر، اوكي بس السكوب بيض، بدي سكوب ثاني. طلبت الدروب، ايوه قريب نوعا ما 250 متر. خلينا نروح للدروب يكون احسن. نشوف الدروب، بسم الله. ها بس يلا، سلاح بنفسجي اهم شيء. خلينا ننطلق الى الزون. السكن هذا فيه حركة حلوة. في صوت، في واحد عندي. ما شكله بوت صح؟ يا رب الله يكثر من البوتات. يا رب الاقي سنايبر احسن من هذا اللي معي. او السنايبر كويس بس السكوب، السكوب هذا بيض. يا رب سنايبر مسعد، شوتجن مسعد. اوكي في واحد مدعوس هون كان. السلاح ايش؟ ايش هذا كروسبو؟ بتنشحن الطلقة. اوكي نوعا ما بيطلق بسرعة. 55 طب مع الشحن 120 تقريبا. اوكي 132 قد سوى والله كويس. اوكي في واحد عندي. والله ما توقعت الطلقة تصيبه، والله حاسس اني راح اندعس. دقيقة شوي، الطلقة ما بتنزل، يعني مو لازم ترفع الايم شوي عشان الطلقة ما تنزل. الزون سكر، خلينا افوت على الزون. اوكي هذا مستحيل طلق علي صح؟ هذا طلق على واحد وطلقة تقريبا قربت مني. يا رب اني اصيب. ايوه سبته طلقة بس ما مات. والله شلته. هيو بالبحر. يا عمي. يا الله اني اصيبه عاد. يلا بليز مان طلقة. ايش الام هذا البيض؟ الحمد لله. بعرف هذا بوت ولا مش بوت، والله ما بعرف. الزون سكر، الزون اللي بعده يلا. بدي اعدل شغله بالاسلحه اللي معي. هاي في واحد عندي. بيحاول يجيبني طلقه سنايبر. اوكي الميني سنايبر كان بيحاول يجيبني فيه عشان تتفلسف مره ثانيه وتبلع. خليني انزل تحت يا رب ما يكون في حدا مكمبر. بس ايوه ساتر والله هذا. يا عمي ديم هلا زون، شو وقتك تنزل علي ولا لا؟ خلصني. اوكي شكله لا. بلا شكله يا عمي. يبلع هلا الزون. الزون بيدمج بسرعة. الزون ايوه
طيب. اوه ظل واحد بس ضدي. بدي اخذ هذا على السريع. اوه لا ايوه هذا. كنت اخذ الميد كت. اوه ممتاز بدون دمج. هيو هناك راح يطلع علي على سفح الجبل صح؟ بس المشكلة الزون عنده. هيو يا عمي انا بقول لك الحل ان انا اعطيها زي هيك ونروح على الزون بيكون احسن. هيو هذا هو ولا البوت؟ وات؟ لو ما معاه هاي الب يلا بس اهم شيء اني اعطيته طلقه. هو تحت صح؟ ايوه لا حرام ايوه الله اكبر الله اكبر والله اللقطة اسطورية يا شباب ولا شو رايكم؟ ديم نلعب جيم ثاني بس والله ديم ديم يا المستوى والله لو ظليت على الكروسبو ما حولت على سنايبر كان بلعت متأكد. كيف المستوى يا شباب؟ لا حد يقول لي المستوى حلو المستوى حلو كثير. يا صراحة ما توقعت اني افوز الجيم اللي قبل توقعت اول جيم راح يكون تحمية ف يلا تحمي وفوز مع بعض ليش لا؟ طيب يا شباب خلينا ننزل هالمرة خلينا انزل نفس المكان اللي نزلته الجيم الماضي اللي هو الكلاسي كلاسي كورت. المكان كويس لوتو كويس وما بنزلوا ناس كثير. في واحد معي هذا واحد اثنين هذا كو بعيد والله نازل معي كمية. طيب سلاح سلاح اوكي كويس. ايش هذا؟ سلاح الليزر. ايوه الكروسبو حلو. بدي اس ام جي او شوت جن. لازم خليني اخذ طاقة. ايوه في صوت طلق قدام هناك. برا هذول بوتات. يلا كلات ببلاش. شو اللي ايوه هذا مش بوت صح؟ براي الايم الايم بيض. في ديم. بلعتني ها. تبع الجناح وين؟ وانا بستناك بستناك يا قلبي تعال تعال راح ينزل من هون صح؟ راح يطلع لي من الباب شكله علق مع واحد. ويدمجته كثير. ديب يلا الجيم الثاني تحمية مش الجيم الأول. وأنا أتوقع لو ضربت عليه بالرشاش من أول كان قتلته. بس أنا أعطيته طلقة بالشوتجن وكان بعيد عني فما ما دمجته. دمجته 19 يمكن. خلينا ننزل هون المحطة هاي. والله ما يكون حدا نازل معي. نطلب الدروب. مسدس لا بس هات طلقة اس ام جي. يا رب اشي مسعد شوت جن مسعد حلو. بس بدي درع. عندي هذا سبلاش بس مش حابب استعمله هسه صراحة. شفت كمية لوت هناك يمكن في واحد ميت. الله يستر
إن شاء الله نلاقي درع بهذا المكان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والله إنه فجعني. خلينا نأخذ الهاند كانون هذا، خلنا نشتريه. يا ريت ما اشتريت الهاند كانون، ضيع 300 ذهب على الفاضي. يلا هات السنايبر. هيك على كيفي، ما بدي اكسر الدرج، ما بديش انزل على الدرج. في واحد جاي، رجع علي صح؟ رجع. ايوه وقف ولا ظل رايح؟ ما بعرف. هات لك درعين. ايوه جناح بفيد والله، بس بدل ايش؟ لا انسى، ما بديها. بس والله طلقة السنايبر وهو كان نازل هاي حلوة. طلع بوت بالنهاية صح؟ والله ما بعرف بوت ولا مش بوت. والله السلاح هذا مش ثابت بالمرة، يعني كارتداد افقي مش عمودي، افقي بروح يمين يسار كثير. هذا بوت، في واحد بيطلق عليه من ورا صح؟ بوت. وين بيطلق عليه من ورا؟ ايوه بوت ثاني. شلون؟ اوكي هاي هيد شوت. الطلقة الاولى كانت المفروض هيد شوت عاد. كونور ايش فيه؟ هذا لاعب. في ناس قريبين جايين علي، جايين لجهتي. الدوائر صفر قاعد بيقرب علي، بس وين هوض؟ ايوه حرام. سبتوا طلقة، سبتوا طلقة. لا حرام 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 يا اخي برا، مو زي الدودي بضل يتحرك يمين يسار. يا جي جي الجيم اللي بعده. خلينا ننزل هالمرة بنص الخريطة هون عند هاي الريستورد ريلز ولا شورت. تبا لك ولأمثالك. ايوه مش عارف هذا بوت ولا ايش بالضبط. اوكي الام بيض، الام بيض، الام بيض يا شباب، الام بيض، الام بيض. يهو ايش برا؟ وا 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 السلاح بيض. يبلع. شكرا لك يا البوت، والله انه اسطوري. اوكي قتل البوت صح؟ والله شكرا 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 يا البوت، والله انه انقذني. دي خلنا نعطيه واحد جي جي عشان ما يزعل. ايوه بوت لاعب ما بعرف لاعب. شكرا صح؟ ادي اكلنا بطاطا والله عارف. يا اخي الحمد لله انه مش الحال. سلام. طيب بسم الله خلينا ننزل نفس مكان قبل شوي هون. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واحد هون فوق تحت والله ما بعرف، بس ان شاء الله ما يكون معه سلاح. ايوه اكمل المهمة. ايوه خلاص احاول اوصل للقطار وركض. ما راح الحق، بس مع هاي زي التليبورت نلحق.
ايوه طيب، على مهلك علي، على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه ايوه يا رب سنايبر يا رب. اوكي شوت كان هذا ممتاز برضو. في واحد عندي، لا 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 يا اخي، توتر توتر. How do you feel about following point interest for battle royale Mount Olympus؟ اوكي ما حبيته كثير بس اوكي تمام. بس يا شباب راح اوقف هون، راح يكون هذا المقطع بس يا شباب راح اوقف هون راح يكون هذا المقطع لليوم. يعني هيك مقطع قصير وحلو زي القول، مش انا اللي بحدد اذا حلو ولا لا. المهم اذا في لعبه ببالكم بتحبوا مثلا اني اجربها واسوي عنها مقطع، اكتبوا لي تحت بالتعليقات عادي يعني. بس يلا السلام عليكم.